أهلا بكم في نشرة تعليمية جديدة على قناة مدرستنا 3، والبداية دائما بأهم وأبرز العناوين. وزير التعليم يتفقد برنامج تدريب الدفعة الثانية للمعلمين الجدد، ويشدد على ضرورة عدم الانسياق وراء الشائعات وتحري الدقة من مصادر المعلومات. التعليم تعلن انطلاق بطولة المدارس الرياضية، وتوجه بتخصيص الحصة الأولى بالفصل الدراسي الثاني عن تضحيات رجال الشرطة. تكريم الأوائل من خريجي دبلوم ضعاف السمع على مستوى الجمهورية. حجازي يؤكد على ضرورة الاهتمام بمخاطر الإنترنت في الطفولة المبكرة ومعالجتها. وزير التعليم يتفقد برنامج تدريب الدفعة الثانية للمعلمين الجدد، ويشدد على ضرورة عدم الانسياق وراء الشائعات وتحري الدقة من مصادر المعلومات. تفقد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم اليوم برنامج التدريب الذهني والبدني للدفعة الثانية للمعلمين الجدد الناجحين في مسابقة 30,000 معلم، وذلك بمدرسة 6 أكتوبر الابتدائية الجديدة بالسادس من أكتوبر. ووجه الوزير خلال لقائه بالمتدربين على ضرورة تنمية ذاتهم وتطويرها، والقراءة والاطلاع والبحث لإثبات الذات، وحثهم على تنمية الثقافة العامة لديهم والاطلاع على المشروعات القومية والمثابرة وتحمل المسؤولية وعدم الانسياق خلف الشائعات وتحري المعلومات الموثقة من مصادرها الرسمية بالوزارة. كما شدد على أهمية إتمام المدرب البرنامج التدريبي واجتياز التدريبات المكملة التي تعقدها الجهة المعنية في تاريخ لاحق لتدريبه. انطلاق بطولة المدارس الرياضية تحت شعار نبني بطل نحقق أمل بمحافظة الوادي الجديد. أعلنت وزارة التربية والتعليم عن انطلاق مسابقة بطولة المدارس الرياضية تحت شعار نبني بطل نحقق أمل في الفترة من 5 حتى 8 من فبراير الجاري بالوادي الجديد، ويشارك في البطولة عدد 700 لاعبا ولاعبة من 22 مدرسة بمحافظات القاهرة والإسكندرية وبورسعيد والجيزة والقليوبية والشرقية والمنوفية والفيوم وبني سويف وأسيوط وسوهاج والمنيا والأقصر. ويتسابق أبطال المدارس الرياضية بنين وبنات في مسابقات الألعاب الجماعية والفردية، وسيتم تكريم الفرق الفائزة بالكؤوس والميداليات وشهادات التقدير، بالإضافة إلى كأس البطولة للمدرسة الحاصلة على الترتيب الأول العام على مستوى البطولة. التعليم توجه بتخصيص الحصة الأولى بالفصل الدراسي الثاني عن دور وتضحيات رجال الشرطة. خاطبت وزارة التربية والتعليم المديريات التعليمية بمختلف محافظات الجمهورية بتوجيه مدارس رياض الأطفال والتعليم الابتدائي والإعدادي والثانوي والتربية الخاصة بتخصيص الحصة الأولى من بداية الفصل الدراسي الثاني والمقرر انطلاقه في عدد من المحافظات يوم السبت المقبل عن دور وتضحيات رجال الشرطة في تحقيق الأمن والاستقرار بالبلاد. وأضافت الوزارة في الخطاب الموجه للمديريات أن ذلك الأمر يأتي في إطار الاحتفالات بعيد الشرطة وحرص وزارة الداخلية على توطيد جسور الثقة والتعاون البناء مع المؤسسات والهيئات المختلفة بالدولة على أساس من المشاركة والمسؤولية تجاه الوطن. وزير التعليم يكرم الأوائل من خريجي دبلوم ضعاف السمع على مستوى الجمهورية. كرم الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم الطلاب 10 الأوائل خريجي دبلوم ضعاف السمع على مستوى الجمهورية، وذلك تقديرا لتميزهم وتشجيعا لهم على مواصلات التفوق والتميز، وذلك على هامش مراسم توقيع بروتوكول التعاون المشترك مع مؤسسة البورصة المصرية للتنمية المستدامة. وتفقد الوزير معرض الطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة بمدارس الأمل للتربية السمعية بالعباسية، والأمل بنات بحلوان، والأمل الإعدادية الثانوية للصم بزنهم، ومدرسة الشهيد عقيد حازم إبراهيم للصم وضعاف السمع، والذي تضمن أعمالا فنية وتريكو وملابس وطباعة ومنسوجات. حجازي يؤكد على ضرورة الاهتمام بمخاطر الإنترنت في الطفولة المبكرة ومعالجتها. أكد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم أن الوزارة تتعاون مع كافة الوزارات والجهات المعنية تنفيذاً لاستراتيجية الدولة للتنمية المستدامة، وهو ما يأتي في إطار التعاون مع المجلس القومي للطفولة والأمومة في تنفيذ برنامج تمكين الطفل المصري.
وأشار إلى حرص الوزارة على التعاون مع الجهات الشريكة لتقديم كافة أوجه الرعاية للأطفال، مؤكدا أهمية الأنشطة المدرسية كونها جزء لا يتجزأ من العملية التعليمية. كما أكد الوزير على ضرورة الاهتمام بظاهرة مخاطر الإنترنت في الطفولة المبكرة وكيفية معالجتها، بجانب الاهتمام بتعزيز التربية الإيجابية في هذه المرحلة، لافتا إلى أن الوزارة تنفذ حقائب خاصة بالتربية الإيجابية في إطار توجيهات القيادة السياسية بالاهتمام بتنمية الجوانب الشخصية لدى الطلاب. توقيع اتفاقية تعاون مشتركة بين تعليم الغربية وجامعة سمنود التكنولوجية. وقع ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية اتفاقية تعاون مشتركة مع جامعة سمنود التكنولوجية، وذلك في إطار سعي الجامعة الدائم للارتباط بالمؤسسات التعليمية ورغبة مديرية التربية والتعليم في إعداد خريج يواكب متطلبات سوق العمل والتطوير التكنولوجي. وتتضمن الاتفاقية تنفيذ العديد من ورش العمل والدورات التدريبية للمعلمين بجامعة سمنود التكنولوجية، وذلك لرفع القدرات التدريسية والتنمية المستدامة وفق خطة يتم الاتفاق عليها، فضلا عن تطوير الخدمات في الفترة القادمة في جميع الأنشطة وتبادل الزيارات لتحقيق النمو المجتمعي في ضوء المسؤولية المجتمعية. وصلنا لنهاية نشرتنا التعليمية على قناة مدرستنا 3. نشكركم دائما في أمان الله.